وسهلا على كل حبايبي اللي في قناة عالم نوعات. أتمنى يا رب دايما يكون الجميع بألف صحة وخير، ويكون كده كل حبايبي يا رب بألف صحة وخير، سواء في القناة أو خارج القناة. أتمنى لكم يا رب دايما الصحة والسعادة دايما إن شاء الله بإذن الله، ويكون يوم كده جميل سعيد على الجميع إن شاء الله يا رب دايما. النهاردة زي ما انتم شايفين كده جايبه لكم وصفة جميلة جدا جدا، أي واحدة أو أي حد سواء راجل أو امرأة أو أي أو بنت أو ولد أي حاجة أي حد طبعا الوصفة دي تنفعله، يعني لجميع الفئات ومن جميع الأعمار. طبعا وصفة جميلة جدا جدا طبعا للقضاء على القضاء، يعني بتقضي على طول من أول مرة إن شاء الله بإذن الله. هتقضي على أي ألم في الأسنان أنت بتحسي بيه، سواء برضو لو اللثة عندك وجعاكي مش عايزة تاخدي مسكنات، كل دوت إن شاء الله هنعمله. هنعمل النهاردة مضمضة، وهنعمل برضو مضمضة للأسنان حلوة جدا جدا، مضمضة سهلة وبسيطة جدا، وهنعمل زي بتعمل زي كمسكن كده. وبرضو الوصفة بتاعتنا ديت لإزالة اصفرار الأسنان، مهما كنت بتعاني من اصفرار الأسنان مش هقولك من تاني ولا من تالت مرة، لأ إن شاء الله من أول مرة هتلاحظي النتيجة. بس يا ريت يا حبايبي زي ما احنا متفقين دايما وزي ما احنا بقولكوا في كل فيديو، يا ريت الأول مرة يشوف قناة عالم النوعات مينساناش بقى في اللايكات بقى والشير والسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد، ومتنساش برضو تفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي انا بنزلها على قناتي على طول اول باول، يوصلكوا الاشعارات بالفيديوهات اللي بنزلها على القناه على طول اول باول. متنسوناش يا حبايب قلبي في اللايكات بعد اذنكم، ويلا بينا ندخل على الوصفه بقى عشان ما اطولش عليكم. هنعمل النهارده الوصفه ديت للقضاء على اصفرار الاسنان، مهما كانت اصفرار الاسنان عندك، مهما كانت سنانك صفرة ومش حلوه خالص، ان شاء الله ابتسامتك هتكون مشرقه جدا، وهتمتعي بابتسامه جميله جدا ومشرقه وبدون اي خجل خالص من اصفرار الاسنان. وصفه عن جد سهله جدا وبسيطه جدا، وكل مكوناتها متواجده في البيت، يعني مش هقولك اشتري حاجه من بره زي ما انتم شايفين كده معايا. وهنعمل كمان مضمضه للفم، لو انت مثلا واحده حامل اكيد مش هتعرفي تاخدي مسكنات وكده، هتكون ممنوعه يعني. خلاص هعمل لك مضمضه النهارده بديله طبعا للمسكنات دي كلها، ان شاء الله باذن الله هتعمل مفعول للمسكنات يمكن احسن كمان، لان طبعا ده غسول طبيعي جدا 100%، هعمله برده معاكم. وبرده هعمل لكم كمان وصفه او برده مضمضه لازاله جير الاسنان، هتلاقي الجير بيتساقط كده ان شاء الله باذن الله وعن تجربه، لان طبعا ما بنزلكوش اي وصفه على القناه الا لما تكون مجربه الاول 100% ومضمونه 100%. يلا بينا حبايب قلبي ندخل على الفيديو على طول عشان ما اطولش عليكم. اول وصفه معانا لازاله اصفرار الاسنان، هنحتاج ايه؟ هنحتاج بس مش اكتر من كده، هنحتاج طماطمايه زي ما انتم شايفين كده، بس يا ريت انها تكون طريه شويه عشان طبعا احنا هنعصرها. هنقسمها الاول نصين بالشكل دوت اهوت، هنقسم الطماطمايه نصين كده بالشكل ده. هبدأ يكون معايا طبق، هبدأ ان انا اجيب المصفى بتاعتي بالشكل دوت احطها كده، وابدأ ان انا اعصر الطماطمية دي كويس بالشكل دوت كده في المصفى اهوت بالشكل ده. بس ياريت يعني طماطمية يكون فيها مية شوية، ما تكونش ناشفة يعني عشان تنزل معاكي المية بتاعتها كويس بالشكل ده. ده انا مستخدم المعلقه اهوت، طبعا عايزه الميه كلها اللي في الطماطميه ديت، يعني تحاولي تنزلي الميه اللي فيها كل الطماطميه تحاولي تنزليها واحده واحده كده، توصليها كويس يعني بالشكل ده اهوت بالشكل ده. تبداي تعصري الطماطميه كويس عشان لو في اي ميه تنزلها على طول اهو بالشكل ده. خلاص هبدا بقى ان انا اعصر كمان طماطمية التانية برضو اهي، طماطمية التانية ده برضو ان انا احطها في المصفى كده بالشكل ده، وابدا ان انا اعصرها اهو بالشكل ده. طبعا اهم حاجة تكون الطماطمية بتاعتك طرية عشان تنزل كل العصارة اللي فيها او كل يعني المية اللي فيها ماشي. اهم حاجة طبعا لازم انها تكون طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ ان انا اضغط عليها كده بالمعلقة عشان تنزل لي كل المية اللي فيها في طماطمية بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت.
خلاص انا كده خدت الميه اللي في الطماطم خلاص. بعد كده هنبدأ نعمل ايه بقى تاني؟ بعد كده حبايبي زي ما انتم شايفين هنبدأ بقى ان احنا نستخدم معانا ليمون. الليمون من الحاجات الجميلة جدا 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 اللي كمان بتفتح يعني، حتى كمان برضو بتبيض السنان يعني، غير ان هي اصلا بتفتح البشرة برضو بتبيض السنان، ده مفعول السحر برضو في التبييض. هبدأ ان انا احط كده عصرة بسيطة بالشكل ده اهوت، عصرة ليمون، لو في بذر ولا اي حاجة نزل برضو لازم اشيله على طول بالشكل ده، وابدأ ان انا اقلب ده كده بالشكل ده. عايز اقولك والله ان فعلا الوصفة دي رهيبة جدا والله يا بنات في تبييض السنان، من الوصفات الممتازة جدا في تبييض السنان. هبدأ بقى ان انا اقلب كده بالشكل ده، وهي عندي معجون السنان اي حاجه ايا يكن يعني، انت بتستخدمي معجون السنان تستخدميه في الوصفه دي عادي مفيش مشكله خالص. انا بستخدم سانسوداين زي ما انتم شايفين كده. هبدا ان انا اخد برده حته كده من معجون السنان بالشكل ده. عايزه اقول لكم من احلى الوصفات اللي بتعمل على تبييض السنان اهوت كده بالشكل ده، حته معجون سنان. انا بستخدم سانسوداين، انت بقى لو بتستخدمي اي حاجه تاني عادي مش مشكله، بتستخدمي مثلا سيجنال اي حاجه تانية برده عادي مش مشكله. اهوت معجون السنان معايا اهو، ابدا بقى ان اقلبه كويس مع ميه الطماطم ديت اللي انا صفيتها في المصفه مع عصره اللبونه بالشكل ده. ابدا بقى اقلب المكونات كل دي كلها مع بعضها، التلات مكونات دول مع بعض، مية الطماطم مع عصرة الليمونة مع المعجون مع حتة المعجون اللي انا خدتها ديت. عايزة اقولك انها من احلى الوصفات فعلا والله يا بنات اللي بتبيض السنان وبتزلك اي طبقة صفرة على السنان ان شاء الله باذن الله. وطبعا زي ما قلتلك النتيجة مش من تاني ولا تالت مرة، لا ده من اول مرة هتلاحظي النتيجة اهو. هتبداي بقى تقلبي المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده كده، هيبقى بقى معاكي بتبقى معاكي بالشكل دوت كده اهوت، هيبقى معاكي لونها وردي كده بالشكل ده. هتبداي بقى ان انت تجيبي الفرشه وتبداي ان انت تدعكي بيها اسنانك من تحت ومن فوق ومن كل الاماكن زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك انها من الوصفات الفعاله جدا والله يا بنات في تبييض تبييض وتفتيح الاسنان، يعني هتبيض لك الاسنان وهتخليها جميله جدا جدا كانك فعلا عاملاها عند دكتور عند طبيب اسنان، مش هتحتاجي حتى ان انت تروحي لدكتور اسنان وعند تجربه. ماشي حبايبي اهيت الوصفه اهيت معانا اهيت سهله جدا بسيطه، ما احتاجتش اي حاجه خالص غير هو بس ميه طماطم وعصرة ليمون وحتة حاجة بسيطة خالص، حتة بسيطة خالص من معجون السنان. هتقلبي كله مع بعضه بالشكل ده، وهتبدأي بقى انت تجيبي الفرشة وتدعكي بقى بيها الأسنان من فوق ومن تحت لحد طبعا ايه ما تخلصي الكمية دي كلها. انا شايفين حاجة بسيطة عملت لي كمية كبيرة اهيت بالشكل ده اهوت. عايزه اقول لك ان دي من احلى الوصفات اللي ممكن تستخدميها لازاله اي اصفرار في الاسنان. ماشي تعالوا بقى نعمل الغسول او الوصفه اللي ان شاء الله باذن الله هتساعدك في ازاله اي جير على الاسنان. طريقه سهله جدا وبسيطه جدا. انا طبعا عندي الكاتل اهوت كنت غاليه فيه ميه تمام كده، هجيب كوبايه معايا بالشكل ده، هبدا ان انا احط فيها ميه مغليه من الكاتل، مش مغلية قوي يعني مية دافية يعني بالشكل ده اهوت، وليكن نص الكوباية اهوت بالشكل ده، مش كوباية كاملة يعني نص كوباية. وهبدأ ان انا اعصر كمان برضو عصرة كده من الليمون بالشكل ده، وهبدأ ان انا برضو معجون السنان.
على فكرة المية لو عندك مية معدنية تكون برضو أحسن وأفضل. لو زي حالاتي ما عندكش مية معدنية خلاص تقدري انت تستخدمي مية الكتل، مية كده تكوني مدفياها وتبدأي انت تستخدميها عادي مفيش مشاكل اهوت. تبدأي تحطي كده حتة من معجون السنان بالشكل ده اهوت، وبعد كده بقى تجيبي معلقة تانية اهي، لو في بذر ولا اي حاجة تقدري برضو انت تشيليها عادي مش مشاكل خالص بالشكل ده. وتبدأي بقى ان انت تقلبي كله مع بعضه بالشكل ده لحد ما طبعا معجون السنان او حتة معجون السنان اللي انا حطيتها دي تبدأ تدوب خالص معايا بالشكل ده. عايزة اقولك ان دي من احلى الوصفات لازالة جيل الاسنان، والله يا بنات فعلا عمري ما شفت بصراحة احلى من كده، يعني من الوصفات الهايلة جدا او الغسول يعني الحلو جدا لازالة جيل الاسنان مع التبييض برضو تبييض السنان، لان طبعا زي ما انتوا عارفين معجون الاسنان والليمون من الحاجات الفعالة جدا من الحاجات الحلوة جدا اللي بتساعد على تبييض وتفتيح كده الاسنان. فديكي طبعا اكتساب مشرقة زي ما قلتلك في اول الفيديو اهو. تبدأي بقى طبعا تقلبي كده كويس المكونات كلها مع بعضها بالشكل ده اهو، وتبدأي بقى واحدة واحدة كده تبدأي تمضمضي بالغسول دوت. هيزلك اي طبقة جير على اسنانك، مش هتلاقي طبقة الجير ده خالص، هتلاقيها بدأت تتساقط منك واحدة واحدة. من الوصفات الحلوة جدا جدا ومن يعتبر غسول حلو جدا للاسنان، غسول مفيد جدا والله يا بنات في تبييض الاسنان برضو بيساعد على ازالة طبقة الجير من الاسنان بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. انا عملت معاكم الوصفة بتاعت ازالة اي اصفرار من الاسنان، تبييض الاسنان طبعا تبييض فوري للاسنان اهو بالشكل ده، عملتها معاكم واحدة واحدة وشفتوني طبعا انا بعملها، طريقة سهلة جدا وبسيطة. يمكن كمان الحاجات بتاعتها متوفرة في كل بيت او المكونات متوفرة في كل بيت، وشفتوني كمان وانا بعمل الغسول ده. الغسول ده مفيد جدا والله يا بنات لازالة اي جير على الاسنان، وطبعا مش محتاجة ان انا احلف يعني دي مضمونة ومجربة، جربيها وان شاء الله مش هتندمي ابدا وعن تجربة. وان شاء الله باذن الله لو حصل عندك تبييض في الاسنان وزالت اي اصفرار في الاسنان لو مهما كان الاصفرار ان شاء الله باذن الله، وبرده لو استخدمت الغسول دوت هيزلك اي جير او اي تراكمات او الحاجات البقايا الاكل اللي بتكون في بين الاسنان ديت ان شاء الله باذن الله هيزلك اصعب الجير يعني اللي بيبقى متراكم قوي على الاسنان ده. ان شاء الله الغسول ده جميل جدا وتقدر انت تعمليه، حتى لو هتستغنى عن الوصفة مش مشكلة، بس الغسول ده مهم جدا والله يا بنات زي ما قلتلك حاولي ان انت تستخدميه وتعمليه. انا عملته من حاجات بسيطة جدا يعني تقريبا من نص مية، نص كوباية مية زي ما انتوا شايفين كده، على عصرة ليمونة، على قطعة بسيطة من معجون الاسنان، هتقلبي كله مع بعضه زي ما انا عملت كده وتبدأي ان انت تتمضمضي بيه. هتلاقي فعلا ان جير الاسنان دوت اللي بيكون متراكم على الاسنان بدا ان هو يتساقط معاكي كده، وكمان لو في اي بقايا اكل او اي حاجات كده عالقه في بين الاسنان ان شاء الله مش هتلاقيها خالص موجوده. اتمنى تكون وصفه النهارده عجبتكم، وصفه للقضاء على اصفرار الاسنان وتبييض الاسنان، والتانيه غسول لازاله جير الاسنان. وحابه اقول لك برده كمان على معلومه بسيطه كده، لو برضو عندك كوباية مية تجيبي كده نص كوباية مية دافية برضو نفس الطريقة، وتحطي بس الفرق بقى الفرق المرة دي هتحطي عليها شوية ملح، ملح الطعام العادي اللي احنا بنستخدمه ده، وبرضو تستخدميه ده بيكون للثة حلو جدا. لو بتعاني مثلا من اي ألم في اللثة مش عايزة تاخدي مسكنات تقدري برضو انت تعمليه زي غسول كده ومضمضة، مضمضة بتكون حلوة جدا جدا برضو للفم. وكمان ملح الطعام من الحاجات الحلوة قوي اللي بتقضي على اي بكتيريا، لو عندك بكتيريا او فطريات او اي حاجة في الفم برضو ملح الطعام من الحاجات الحلوة جدا. اتمنى تكون وصفة النهاردة وصفة للقضاء على اصفرار الاسنان وتبييض الاسنان، والوصفة التانية بتاعت الغسول دوت لازالة الجير الاسنان، اتمنى تكون عجبتكم النهاردة، عملتها معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ولو عجبتكم بقى وجربتوها فعلا يا ريت متنسوناش بقى في اللايكات حبايب قلبي والشير والسبسكرايب، تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم مني كل جديد على قناة عالم نوعات. اشوفكم يا رب بألف صحة وخير في فيديو جديد على قناة عالم نوعات. اشوفكم على خير يا رب، مع السلامة.